أيها الإخوة الأكارم، إننا نسمي الإمام إماما، أشهر اسم، أشهر صفة نذكرها مع علي، الإمام، الإمام علي. الإمام ماذا يعني؟ كلمة الإمام كيف تفسر وتفسر وكيف نفهمها؟ إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. الإمام القائد، الإمام للمأمومين، ونحن نرجو أن نكون من المأمومين. فإذا الزاوية التي تخصنا من الإمام هي زاوية الاقتداء والأسوة والتأسي به. بقية الزوايا له، نحن نعتز بهذه الثروة وبهذا الرصيد، ولكننا نختص بهذا الجانب من حياة علي، جانب الإمامة. علي إمامي، نقول هذا ونكرر ونعيش، فنرجو أن يكون علي إمامنا. إمامة علي يعني مأموميتنا. إمامة علي لنا تتحقق وتتنجز حينما نأتم به، وإلا فليس هو إمامنا. هو إمامنا إذا اتبعناه، وأما إذا ما اتبعناه فنسبتنا لعلي ونسبة غيرنا على حد سواء. علي هذا كيف كان يمشي، وكيف كان يسلك، وكيف كان يتحدث، وكيف كان يتصرف؟ إذا تصرفنا وعملنا وقلنا فنحن من أتباعه، وإلا فنحن الدعاة أو الأدعياء لمتابعة علي. كيف كان علي في هذا اليوم العصيب لو كان؟ كيف كان علي في حياته حينما كان؟ علي كان رجل جد، كان رجل عمل،